والخبائل المتوازنة أنتم على قدرة فائقة وحكمة عالية وإرادة صلبة بأن تحلوا هذا المشكل الذي بينكم، وترفضوا كل أجنبي مهما كانت لباؤه ومهما كان صفته بأن يتدخل في شأنكم الداخلي. نحن قلنا منذ البداية واستعجبنا واستغربنا، ما كنا يوم نتوقع أن أبناء الشعب الليبي البطل الكريم الشجاع العربي أن يصل يوم أبناءه يتقاتلون مع بعضهم البعض. ونطرح السؤال، لصالح من ذلك؟ هل لصالح فرنسا الاستعمارية أم لصالح الصهيونية أم لصالح بريطانيا أم أمريكا أم إيطاليا أم إسبانيا؟ عجبا عجبا بأن نصل في الألفية الثالثة وليبيا تنام بالاستقرار والرخاء والعزة والكرامة أن يتقاتل أبنائها من عائلة واحدة ومصاهرة واحدة ودين واحد ومذهب مالكي واحد وانتماء عربي واحد، يتقاتلون مع بعضهم الوضع لصالح من؟ وأنا أعتقد كما يعتقد الكثيرون هذه ليست قضية ديمقراطية وليست قضية حقوق الإنسان وليست قضية الحريات وليست قضية الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير. إذا كانت الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير تأتي لنا بقوات حلف الناتو بآخر ما صنعت من قنابل وطائرات وغواصات لتقصف أهلنا وأسرتنا ونسائنا وأطفالنا، إلى على بها ديمقراطية؟ هل هذه حقوق الإنسان عندما يقذفون الأطفال والنساء والرجال وهم نيام في بيوتهم؟ أين الديمقراطية الغربية والحرية؟ إن الغرب يريد الديمقراطية التي تأتي بعملائه وينصبهم على رأس الشعوب والدول. انظروا ماذا فعلوا للعراق، وهي نفس المؤامرة الذين قادوا المؤامرة على العراق من الدول العربية، هم الذين قادوا المؤامرة على ليبيا وشعبها. ولكن اليوم تأكدنا عندما رأيناكم جالسين يومين وأنتم صامدون وتحذوكم الهمم والإرادة والعزيمة، والله ستنتصرون على الغزاة المتآمرين عليكم. لقد علمنا التاريخ أن الشعوب أن كل شعب يريد وحدته ووحدة ترابه وسيادته، والله لن تستطيع أقوى قوة في العالم أن تنتصر عليه. احنا الجزائر منذ البداية قلنا حل سياسي سلمي بين الليبيين،
هذا قلناه منذ اليوم الأول، حل سياسي بدون غزو بدون قصف بدون اعتداء على الشعب الليبي، لأن الليبيين من حدود مصر إلى حدود تونس ومن طرابلس إلى سبعة وفزان الحدود الجزائرية والله قادرين على لم الشمل والوحدة والحد من سفك دماء الليبيين والاتحاد، لأن الليبيين ما يستطيعوش يعيشوا في زوج دول، وتقسيم ليبيا مرفوض مرفوض مرفوض، سوف لن نقبل نحن. إن تاريخ ليبيا عبر تاريخها عرف الشعب الليبي بالاستعداد للتضحية والاستشهاد من أجل بلده وسيادة بلده ووحدة شعبه. لا تستطيع لا أمريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا إيطاليا ولا إسبانيا ولا العملاء البيادق الذين هم عمال عند الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، هذه الدويلات قد يتساءل أحدكم لماذا اهتمام الجزائر بليبيا ولماذا نحن نهتم بالشعب الليبي؟ أولا ليبيا دولة مجاورة 1200 كيلو متر مع حدود الجزائر، 1200 كيلو. الجزائر لن ننسى وقفة الشعب الليبي البطل عندما تصدينا للاستعمار الفرنسي وحلف الأطلسي، لن ننسى هذا أبدا، لن ننسى موقف الشعب الليبي، لن ننسى موقف الشعب الليبي الذي قدم كل ما لديه من إمكانيات للثورة الجزائرية وللشعب الجزائري في مقاومته للاستعمار الاستيطاني الفرنسي الذي ضربناه ضربة سوف لن ينساها في التاريخ. واليوم نحن هنا بينكم ونحن مطمئنون على ليبيا. هل تجعلون العالم يضحك على الليبيين الذين كانوا بالأمس يجولون ويصولون في أصقاع العالم ويقولوا نحن من ليبيا ويقول القائد القذافي؟ هل تعقل اليوم تتوزعون على مصر وعلى تونس ويتشرد أخوانكم وأهلكم من بنغازي والمناطق الأخرى وجدابية؟ أعتقد أن هذا لا يقبله أي ليبي وطني يحب شعبه أبداً. أقول فرصة القبائل الليبية التي حضرناها ونحن مفتخرون بأن وجهت لنا الدعوة، لأن أحاسيسكم أحاسيسنا ومشاعركم مشاعرنا وانشغالاتكم انشغالاتنا وتطلعاتكم والله هي نفس تطلعاتنا. نريد هذه المنطقة أن تستقر ليبيا ويستقر شعبها ووحدة شعبها، لأن هذا العمل العسكري العدواني الخطير سينعكس على منطقتنا منطقة المغرب العربي. هذه سابقة خطيرة في التاريخ. أقول لإخواننا في شرق ليبيا، ها هم أهلكم مجتمعون هنا ونحن لا نتدخل في شؤونكم. اللي حضر بريطانيا اجتماع بريطانيا من العرب لا فارقة ما حضروش تاع الاتحاد الافريقي، واللي حضروا اجتماع باريس عند ساركوزي واخذوا القرار بضرب الشعب الليبي بدون تفريق بين الأطفال والنساء والشيوخ، هذا نظام يجب ألا نتعامل معه، لأنه كما تآمر على ليبيا يتآمر على بلد آخر في المنطقة. في الختام، أنا كل ثقة كجزائري وأدرك معناها صمود وإرادة الشعوب، وأنتم رجال تمثلون القبائل نتاع الرجال،
واحنا في الجزائر نسمها العروش، وانا ابن عرش كبير، احنا نسمو القبائل عروش، وانا عرشي في الجزائر عرش كبير، وسيبو سميد ايضا عنده عرش كبير. ندرك عندما تشهد همة القبائل ويلتف رجال القبائل وتكون لهم إرادة سيهزمون كل عدوان غاشم أجنبي صليبي غازي مهما كانت قوته. ففي الختام وجه تحية إلى أبناء الشعب الليبي من بنغازي إلى حدود مصر، وأقول لهم نحن هنا حاضرين في طرابلس مع قبائل ليبيا الذين هم أهلكم وناسكم وابن عمكم. هذه فرصة وهي شجاعة الرجال، عندما يحتكم الرجال إلى العقل والحكمة، وعندما يتعلق الأمر بالمصلحة الوطنية للبلد والشعب نتجرد من الذات ونتنكر لها من أجل المصلحة العليا. يجب عليهم أن يتجردوا من الذات، يجب عليهم أن يتجردوا من الذات ومن بعض الأفكار التي قد لا تصلهم إلى أي هدف يرمون إليه، لأن اللي يجي ضد شعبه أو جزء من شعبه لن ينتصر ولن يفلح ويكون في مزبلة التاريخ. هكذا علمنا التاريخ. وأنتم منتصرون منتصرون منتصرون، وعاشت الجماهيرية وعاشت الجزائر، والمجد والخلود للشهداء، والسلام عليكم.